أنا كتير جوعان. وحاج يا ريت تبلش تحضير للمقابلة، القصة مو مزح، هنن ممكن يتصلوا فيك بأي وقت مشان تروح. الشهادة المزورة ما بتعمل منه فهمان، تصرفات الشخص وسلوكه هنن يلي بيفرجوا الناس قديشه متعلم ودارس. وهاج جاهل، اسمعي منيح شازمة، بكرة رح يوقع حاله ويوقعنا معه نتبهدل. شو قصدك هلأ؟ ماني متعلم وجاهل؟ مين سمح لك تحكي عني هيك؟ وهاج لو سمحت، هي مو قصدة تحكي هيك، انت فهمت غلط. انت استني شوي، شو مفكرتيني يعني؟ انا السبب بانه بنتك متزوجة وبسببي هلأ هي مديرة شركته بسبب خطتي. انت هلأ عم تعيشي بهيك بيت غالي بسبب خطتي، ما سمعتيها كيف عم تحكي معي؟ انت ما عملت لي شي وما عم تتعب مشاننا نحنا، انت عندك دافع مخبى بدك تستغلنا لتصير غني. امي روحي رجاء، خلينا نعرف ناكل بقى. ايه ماشي، لكن طعمي مشاوي وكباب وخليه يستغلك. ليكي انا ما عاد اقدر اتحملها لامك ابدا، لازم تحكي معي يا شازمة، فهماني؟ شيلك من امي هلأ، كنا عم نحكي عن المقابلة. وشو المشكلة؟ القرار بالنهاية بيرجع لمنظور وأنا بدبر حالي. لا الشغلة ما أنا بهي السهولة، سيد منظور زلمة ذكي كتير، إذا بيقول شي لإحسان رح تخرب لعبتنا وما رح يوصفك عنا بالشركة بنوب، عم تفهم؟ قلتي إنك سمعتيه عم يحكي هو ومدير الحسابات، ما هيك؟ يعني نقدر نستغل هي الشغلة؟ لازم نعمل شي أكتر من إنه نبتزه، نحنا لازم نعطيه مصاري مشان يسكر تمه، ولا مفكر رح يقبلك بهالبساطة؟ شازمة ما بعرف ليش أنت خايفة هيك، هذا الأسلوب ما بيناسبك. شبكي أنت مرته لمدير الشركة إحسان حياة، وفيكي تدبري 100,000 روبية وبدون ما يعرفوا. القصة مو قصة مية وحاج، تعرف هو راتبه 500,000، لازم نعطيه مبلغ مرتب لنقدر نسكته ويوافق يوصفك. بس أنا خايفة يحكي لإحسان إذا حاولنا نعطيه أي شيء. إيه وفوقه في زاهين، هذا جاسوس علينا، بيضل عم بيراقب كل شي بساوي. إحسان رفض عرض الأسعار يلي قدمته بسببه. شازمة أنا أول ما فوت على الشركة رح لاقي له تصريف لزاهين. أول شي لازم تفكر بخصوص السيد منظور وحاج، بعدها منلاقي حل لزاهين. رح فكر بهالموضوع. أنا ما عم بقدر أسحب روبية واحدة من حسابات الشركة، وإذا طلبت من إحسان هيك مبلغ كبير أكيد حيشك فيني. قديش المبلغ يلي لازمنا؟ بدنا على الأقل 20 مليون روبية. شو 20 مليون؟ شازمة بيعي طوقك لألماس تنحل. شو 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 قلت؟ رجعت تضحك عليها مرة تانية وهاج؟ لا ما حذرت، اوعك تنصحها تبيع شي من هدايا إحسان. شازمة اوعي تفكري تبيعي، وقتها شو رح تقولي لإحسان إذا سألك؟ كله مشان هالغبي اللي ما له فايدة؟ رح جاوبه شي جواب اقنعه، هي مانا شغلتك أمي. روحي ما بدنا مساعدتك انتي، يلا تركينا نلاقي حل لحالنا، روحي من هون. انتي جنيتي على الآخر، هذا الزلمة أخذ لك عقلك.